أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 100 يوم صحة بالجيزة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي المحافظة، بداية من الأطفال حديث الولادة حتى كبار السن، وأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف للنهوض بالمنظومة الصحية. اهتماما بالملف الطبي الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استضافت مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة 100 يوم صحة للكشف على كبار السن ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة. بنستضيف هذه المبادرة، وهي مبادرة عظيمة احنا بننظر لها منظور ان الدولة المتقدمة ضمن الدول المتقدمة اليوم هي مصر، على إيد معالي فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته للمحافظة على صحة المواطن المصري. الهدف من المبادرة الأساسي هو تقليل العبء المرضي عن المواطن المصري، بحيث هو الاتجاه للوقاية. معظم المبادرات هدفها الكشف المبكر قبل خطوة العلاج، فده بيقلل العبء المادي على المواطن وعلى الدولة. إشادة كبيرة من الأهالي بهذه المبادرة التي تشتمل على جميع التخصصات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم. جميلة جدا، من كل حاجة، إشاعات، تحاليل، كشف، كل حاجة، وهنا الدكاترة ممتازة. بصراحة قابلونا كويس ودخلونا، ويا ريت تفضل المبادرات دي موجودة على طول. حللت لي سكر وكشفت لي ضغط، والدكتور هنا حولني اسنان على القصر ولسه اعمل رسمه قلب. المبادره اللي الرئيس السيسي عاملها لنا لبتوع الجيزه يعني مبادره جميله جدا جدا، يعني احنا بنشكره. هو بيحاول ان هو يعالج المصريين كلها، وان هو قضى برضه على فيروس سي. مبادرة 100 يوم صحة هي استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والتي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت بمثابة تحدي كبير لدى الدولة المصرية في التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات.